في ليلة العمر التي انتظرها شاب وزوجته وعائلتيهما في مصر في منطقة الشرقية، نشب خلاف بين الزوج والزوجة وفي قاعة العرس في ليلة الزفاف وأمام المعازيم. في البداية كان كل شيء طبيعي، ولكن كان هناك شيء ما، وكان واضح جدا على ملامح العروسة أنها متعبة منهارة لا تدارك نفسها، ربما بسبب البدلة، بدلة العرس الكبيرة بدت وكأنها ثقيلة عليها، تتحرك بصعوبة، يعني الأجواء كانت مشحونة بعض الشيء. حتى قيل أن العروس رفضت التقاط صور الزفاف مع عريسها قبل وصول والدتها، وقبل صعودها إلى الكوشة أو منصة جلوسهما تعثرت العروسة ببدلتها، ولأن الأجواء متوترة العريس لم يتحمل ثم شدها من يدها وتركها وذهب لمكانه وجلس. الناس اعتبروا أن ما فعله العريس لعروسه إهانة للعروسة، وقالوا أنه سحلها سحلا، فتدخل أخوة العروسة وحصل اشتباك بينهم جميعا. لنتابع. بعدما حصل من خلاف وانتشار لمقطع الفيديو على منصات التواصل، تصدرت محركات البحث صورة أخرى جديدة ظهر فيها العريس مع زوجته. هذه هي صورة جميلة تجمعهما بعد العرس وبعد ما حصل. طبعا هؤلاء هما زي السمن على العسل وصافي لبن. خرج الشاب عن صمته وقال أن ما حصل معه كان سحرا أسود ظهر عليه في أول 10 دقائق من دخوله إلى القاعة. وأكد العريس وهو من مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية أنه بعدها أكمل الجميع اليوم بشكل طبيعي، وعندما ذهب مع زوجته إلى البيت قدم اعتذاره لها ولأهلها وأقاربها وأقاربها أيضا وكل من كان في حفل الزفاف في تلك الليلة. أما الزوجة طالبت الحشريين بعدم التدخل في حياتهما وتركهم وشأنهم. جوزي كان جاي ياخدني من الكوافير، كان فرحان بيا جدا جدا جدا، ما كانش زعلان، ده بل بالعكس لما شافني كان عمله يشوف، كان شايفني جميله خالص، شعري زي ما هو اهو في الفيديوهات والصور، شعري زي ما هو، مجرد اني اتشدت من ايدي وده كان غصب عنه. مش حابة ان انا اشوف كومنتات ولا حابة ان انا اشوف كلام، احنا طالعين مش عشان نسمع رأيكم فينا ولا عشان احنا طالعين بنوضح بحيث ان الناس يكون عندها خلفية فتسكت، فليقل خيرا او ليصمت. اللي مش عارف حاجة يا جماعة ما يتكلمش، ما يعلقش، ما ياخدش في عرض الناس، ما يزمش في الناس. ده كان تعب، وكانت كام دقيقة حصلوا، انتوا خلتوهم كام يوم؟ مين بقى اللي خلاهم عشان ما تجمعيش؟ في مواقع نزلت الفيديو اللي حضرتك شفتيه، انا بتكلم دلوقتي مع الناس اللي نشرت الفيديو. في اكتر من منصه واكتر من جريده نزلوا الفيديو. طبعا الفيديو بقى ترند، عدى 5 مليون مشاهده لحد دلوقتي، ده على منصه واحده بس، فلسه ما شفناش، مش عارفين في حاجه ثانيه ولا لا، بل بالعكس الحمد لله احنا كويسين مع بعض جدا. دي كانت اول مشكله تحصل بينا، واخده محمد عن حب، مش واخده مغصوب عليه. محمد من الشرقيه وانا من طنطا، انا بحب جوزي جدا ومتمسكه بيه وهو كذلك. ولا انت عندك راي ثاني ولا انت حبيبتي؟
فاللي حصل كان غصب عننا، وده ودي حاجة شخصية. فيديو زي ده يخرج من جوه القاعة، فده دليل على ان في حد مش كويس، ده دليل على ان في حد حاقد، وان في حد حاسد، وان في حد كان منتظر ان ده يحصل ويصوره. واللي حصل والحاجة اللي مش كويسة اللي اتعملت اتعملت من البلد، من هنا، من المشعل، مركز ابو كبير، جوزي اللي مأذي. فده طبيعي انه حد مأذي مش بيبقى هو لما يشدني او يكون او يعمل اي حاجة، مش بيبقى هو اللي بيتحرك. فالحمد لله عدت على خير، واحنا عايشين كويسين جدا، وهنسافر كمان بنحضر طبعا. اسعد عروسين طبعا. الحمد لله عدت على خير. لما يحدث ترند في مصر يصل صداه إلى العالم العربي أجمع، التعليقات على أفا من يشيل كما يقال في مصر. طبعا اخترنا نماذج من التعليقات والآراء التي كتبت على منصات التواصل. نبدأ من تعليق لخالد. يقول خالد، يقول في تعليقه: تذكروا كلامي، هذا الزواج لن يدوم من سنة وأكثر من سنة، وتنازل البنت بهذه السهولة يشجع هذا حتى يكررها في البيت مع الضرب والشتم ويستمر، وفيها إيه يعني، خلي يضربني، هذا موضوع شخصي. تعليق من حنة: سحر ممرمط على خشبة المسرح، ده انت كنت بتقرها ولا البهيمة الغربية أو الغريبة اللي هتتبعها للعيد يا شيخ؟ هي ليلى عبد اللطيف جننتكم، كله أصبح سحر. سحر يكونش ده سحر الشرق الجميل؟ هو بيحشش بالمصري، بيتريق. تعليق من أحلام: والسحر طار فجأة والعروسة قالت لك حتى لو يعني لا يعنيكم، أنت مسكينة مش فاكرة عروسة إسماعيلية واللي حصل فيها بعد كده. للأسف التربية الدينية بتوصل لكده.